المجمع الفندقي ماريوت في العاصمة، والذي يعتبر واحداً من أكبر المجمعات الفندقية في الجزائر، سيعرف النور بدخوله الخدمة بعد أشهر قليلة. مشروع الأوتيلات تاع ماريوت اللي هم 4 أوتيلات، مجموع عدد الغرف والشقق الفندقية 1205، عدد الأسرة هو 1923، قدرة الاستيعاب القصوى هي 3553 شخص. الأوتيلات مقسمة على 4 أوتيلات، ماريوت الخمس نجوم اللي هو 213 غرفة فيها 23 سويت وفيها جناحين رئيسيين وفيها 5 مطاعم وفيها الفتنس اللي هي المساج والجاكوزي وكل ما تابع، وفيها سال دي فات اللي هي قاعة الحفلات الكبرى فيها 5 سال دي ريونيون. ننتقل دوكا على الكورتيارد، الماريوت كورتيارد هي 497 غرفة اللي هي 4 نجوم، كاين فيها المطاعم و25 قاعة اجتماعات، وكاين فيها 3 طوابق السبا اللي هي عبارة عن بيسين شوفيه وخدماته، وكاين حمامين واحد رجال وواحد للنساء، كاين عدة أطراف داروا كورديناسيون بيناتهم وداروا الديزاين اللي هو عصري من الداخل. من الخارج كما حتصوروا دوكا كاين الكاركتر الشرقي اللي هو روفيتمون اون بيير ناتورال، وكاين المريدو اللي هي سانغوبان اللي هي معروفة من أعلى ماركات العالمية. مجمع بالمواصفات العالمية مكون من فنادق، مطاعم ومسابح وحتى مراكز تجارية. أنا بمراحل النهائية من المرحلة الأولى، نهدلك على المرحلة الأولى. المرحلة الأولى عبارة عن ماريوت الخمس نجوم وريزيدنس إن اللي هو 147 شقة فندقية 4 نجوم، بالإضافة لمبنى واحد من مبنى شقق الفندقية الخمس نجوم حيكون كامل من الخارج. يعني هدوما لي باتيمون لي تروا باتيمون حيكونوا بالمرحلة الأولى، بالإضافة للخدمات المطابخ والمغاسل اللي هي تخدم كاع المشروع حتكون جاهزة 100%، والطرقات المحيطة بالمشروع مع الأمناجمون تاعها حتكون جاهزة 100%. هذه المرحلة إن شاء الله حتكون كاملة بنهاية أو قبل نهاية السنة الحالية. المرحلة الثانية اللي هي الماريوت شقق فندقية الخمس نجوم والكورتيارد، بالإضافة لسنت كوميرسيال والحديقة العامة حتكون منجزة أغلبها بالمرحلة الأولى، بس حتتم وتكون كاملة بالمرحلة الثانية، حتكون إن شاء الله بالسداسية الأولى من السنة الجاية. المجمع الفندقي سيسلم نصفه قبل نهاية السنة الجارية، في الوقت الذي سيسلم باقي المشروع في السداس الأول من العام المقبل، خاصة مع تسريع وتيرة الأشغال من طرف الشركات المشيدة للمشروع، ليبقى مجمع ماريوت إضافة إيجابية لكل من القطاع السياحي والاقتصادي في الجزائر، خاصة أنه سيستقطب شخصيات وسياح من عديد ولايات الوطن.